السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في البارت الثاني من البلوك الثاني لمادة الـ DT 284. هنتكلم على الـ Client Side، والمقصود به لغات البرمجة اللي موجودة عند الـ Client، من أشهرها الـ JavaScript بالإضافة للـ Visual Basic Script. هنركز على الـ JavaScript لأنها اللغة المدعومة من كل أو معظم البراوزرز اللي موجودة عندي، على خلاف الـ Visual Basic Script اللي بيكون مدعومة فقط من الانترنت اكسبلورر. نبدأ كده مجموعة من التعريفات عن لغات البرمجة وأنواعها. فهو بيقول لي إن البروجرامينج لانجويج تايبس، أول مصطلح هنبدأ بيه البروجرام. البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الخطوات لتنفيذ عملية معينة. يبقى إذن البروجرام عبارة عن a complete set، مجموعة كاملة من الانستركشنز لتنفيذ تاسك معينة. أنا بروجرامر وأنا بكتب البرنامج بتاعي باستخدام الـ Visual Basic أو باستخدام مثلاً الـ PHP. الناتج الخاص بيا بيسموه Source Code. يبقى إذن الـ Source Code هو عبارة عن مجموعة من الأوامر المفهومة بواسطة المبرمج، وبيكون مكتوبة بلغة من لغات عالية المستوى. في نوعين من لغات البرمجة عموماً، في حاجة اسمها High Level Language وفي حاجة اسمها Low Level Language. الـ High Level Language اللي هي اللغات اللي مفهومة من قبل البشر، اللي هي بيكون موجود جواها كلمة switch وفي if select for while، في كلام إنجليزي معروف لكل الناس، فده بيسموه High Level Language. أجهزة الكمبيوتر ما تفهمش اللغات الـ High Level Language، فلازم تتحول من High Level Language إلى Low Level Language. ده بيتم باستخدام أسلوبين اتنين، يا إما بنستخدم حاجة اسمها Compiler يا إما Interpreter. الكومبايلر بنستخدمه مع اللغات زي الفيجوال بيزك زي الجافا والفورتران مثلا، انما الانتربريتر بنستخدمه مع الويب بروجرامينج لانجويج زي البي اتش بي وزي الجافا سكريبت. يبقى اذا هنا بيقول لي ان السورس كود هو الكود اللي بيتم كتابته بواسطه البروجرامر وبيكون على شكل تكست. طيب سؤاله، يا ترى هل لغات البرمجه او اللي هي الهاي ليفل لانجويج بيتم فهمها من قبل الكمبيوتر؟ لا، فهو بيقول لي ان High Level Language can't be directly understood، لا يمكن فهمها مباشرة بواسطة الكمبيوتر. مقصود بيه ما قدرش البروسيسور هو اللي يفهمها، وبالتالي لازم يحمل لها Translation تتحول أو Interpreted يعني بيتم تفسيرها، يعني تتحول من High Level Language إلى Low Level Language اللي هي البروسيسور Language. قلت لحضراتكم ان التحويل دوت بيتم بواسطة يا إما Compiler يا إما Interpreter. الكومبايلر زي الـ C++ والجافا، أما الانتربريتر فبيكون مع الـ PHP مع الجافا سكريبت. يبقى عموماً بيكون عندي نوعين من لغات البرمجة اللي هما Interpreted Language زي الجافا سكريبت والبيرل، والCompiled Language زي الـ C. نبدأ في الـ Interpreted Language. سؤاله هنا بيقول لي يا ترى إمتى السكريبتات اللي موجودة في صفحات الويب بيتم تنفيذها؟ وديني مثال على الـ Interpreted Language. المثال بتاعنا هو الـ JavaScript والـ Perl والـ Visual Basic Script. هو بيقول لي هنا إن الـ Interpreted Language بيتم تحويلها من الـ High Level Language إلى الـ Low Level Language أو الـ Processor Language عند تنفيذ الـ Script. يعني الـ Script بيكون موجود في الصفحة، أما نيجي نشغل الصفحة بيتحول من High Level Language لـ Processor Language. يبقى إذن الـ Interpreted Language are translated into Machine Language when the script is executed. لازم الكلمة دي تعرف، عند التنفيذ وفقط. العملية دي بيسموها Interpretation of the Program، عملية تفسير البرنامج. طيب الفقرة الثانية اللي هي Compile Language مقصود بها إيه؟ وإيه الأنواع الممثلة لها؟ فهو بيقول لي اشرح لي إيه المقصود بالـ Compiled Language وإيه هي الميزة الخاصة بالـ Compiled Language. أشهر الأمثلة على اللغات من نوع الـ Compiled Language اللي هي الـ C++ والجافا والدلفي والفورتران. في حالة الـ Compiled Language بيتم تحويل البرنامج من High Level Language إلى Processor Language أو اللي هي الـ Low Level Language قبل ما يتم تنفيذ البرنامج. يعني أنا كتبت برنامج مثلاً بـ C++، فبحوله من High Level Language إلى ملف EXE. بعد كده ملف EXE دوت أنا ممكن أستخدمه أي عدد من المرات. لو أنا عدلت في البرنامج فبطلع ملف EXE تاني، بعمله
run مرة تانية. يبقى إذن الـ compiled language البرنامج كله بيتم تحويله من high level language إلى machine language before being executed قبل ما بيتم تنفيذه. طبعا هو بيتحول من high level language زي ما قلت لحضراتكم لملف exe باستخدام الـ compiler في عملية بيسموها compilation. الميزة الأساسية للغات الـ compiled language إن البرنامج بيتم تحويله من high level language لملف exe وبعدين بيتم استخدامه أي عدد من المرات. ممكن يسألني يقول لي هي إيه هي الـ key distinguishing property، إيه هي الميزة اللي موجودة في الـ interpreted language. الميزة الأساسية في الـ interpreted language إنه بيتم تحويلها من high level language للـ low level language أو الـ processor language عند تنفيذ السكريبت وليس قبل تنفيذ البرنامج كما في حالة الـ compiled language. يبقى إذن the key distinguishing property of the interpreted language إنه بيتم تحويلها أو يعمل لها translation من الـ programming language لـ processor instruction when the script is executed. العملية دي زي ما قلت لحضراتكم اسمها interpretation. نتكلم دلوقتي عن مصطلح platform independent. كلمة platform يعني منصة عمل، بيقصد بيها بروسيسور زائد اوبريتنج سيستم. في اتنين بلاتفورم مشهورين جدا اللي هي انتل بلاتفورم والماك بلاتفورم. الانتل بلاتفورم بتشمل البروسيسور الكومباتبل مع شركه انتل، يعني مثلا AMD او انتل، زائد الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي غالبا بيكون الويندوز بكل اصداراته. انما البلاتفورم الخاصه بماك فهي بتشمل البروسيسور من نوع باور بي سي بالإضافة للأوبريتنج سيستم اللي هو الماك. كلمة بلاتفورم إندبندنت معنى كده إن البرنامج اللي موجود عندي أنا ممكن أشغله على أي نوع من الأجهزة وباستخدام أي نوع من الأوبريتنج سيستم. يبقى إذن البلاتفورم إندبندنت معناها إن البرنامج هنكتبه باستخدام الجافا مثلا، وبالتالي ممكن أعمل له رن أشغله على أي كمبيوتر سواء ماكنتوش أو الكمبيوتر العادي باستخدام أي نوع من أنواع الأوبريتنج سيستم سواء ويندوز أو سولاريس أو لينكس أو أي أوبريتنج سيستم تاني. أشهر اللغة بتدعم البلاتفورم إندبندنت هي الجافا. إزاي الجافا بتدعم البلاتفورم إندبندنت؟ عن طريق خطوتين اتنين. إحنا عارفين إن أنا لما أجي أحول البرنامج من High Level Language لـ Low Level Language ده بيبقى خطوة واحدة، لكن في حالة الجافا عملية التحويل بتتم على خطوتين اتنين. إنه البرنامج بيبقى موجود عندي فبيتحول من High Level Language لحاجة اسمها البايت كود. البايت كود عبارة عن Global Machine Language. Global Machine Language يعني عبارة عن Machine Language أو Processor Language بيفهمها كل البروسيسورز اللي موجود عندي، لكن ما هيش مرتبطة بأوبريتنج سيستم أو بروسيسور معين. الخطوة الثانية إن أنا هحول البايت كود اللي هو كان Global لـ specific processor language كود يناسب استخدام بروسيسور معين. يبقى هنا بيقول لي ازاي الجافا achieve the processor and operating system independence. ازاي الجافا بتدعم استخدام البرنامج على اي operating system واي processor. او ممكن بصيغة تانية بيقول لي what are the stages، ايه هي المراحل الخاصة بعملية translation التحويل اللي بتمكن الجافا انها تعمل implement للكمبيوتر type and operating system independence. نيجي نتكلم على موضوع اسمه البراوزر based client. هو بيقول لي ان البراوزرز اللي موجودة عندي بتدعم استخدام البلاجنز اللي هي الاكستنشنز او الاضافات لتوفير مزيد من الخدمات للمستخدم. على سبيل المثال البراوزرز اللي موجودة عندي انا ممكن اخليه يدعم او يفتح ملفات البي دي اف مباشرة بان انا اركب له بي دي اف اكستنشن. الفلاش برضه ممكن اركب له بلاجنز معينه وهكذا. بيقول لي ان الفلاش احنا بنستخدمه عشان نعمل انيميشنز رسوم متحركه وبرامج انتراكتيف تفاعليه. الجافا ممكن بيتم استخدامها على جهاز المستخدم او على السيرفر. الجافا بيتم استخدامها على جهاز المستخدم عن طريق حاجه اسمها ابلت او على السيرفر لو احنا بنعمل حاجه اسمها سيرفلت. الجافا برامجها ممكن يتم إدماجها في صفحات الويب اللي موجودة عندي كلها على شكل حاجة اسمها جافا أبلت. لو حضراتكم دخلتوا قبل كده على مواقع الشات والدردشة هي بتطلب مني إن أنا ننزل الجافا فيرتشوال ماشين. بيتكلم بعد كده على الفيجوال بيزك سكريبت.
الفيجوال بيزك سكريبت ديت هي لغة مناظرة للجافا سكريبت، لكن بتشتغل بس على البراوزرز الخاصة بمايكروسوفت أو اللي هو إنترنت إكسبلورر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اشرح لي باختصار ازاي صفحة الويب احنا ممكن نفهمها كأنها مجموعة من اللاير. يبقى explain briefly how a web page can be seen as composed of a set of layers. ازاي صفحة الويب عبارة عن مجموعة من اللايرز؟ حضراتكم لو شايفين الرسمة اللي على اليمين فهي مكونات صفحة الويب. أول حاجة فيه لاير خاصة بالكونتنت أو المحتوى اللي بتشمل التكست والإيمج والأوديو والفيديو. بعد كده فيه لاير خاصة بالستراكشر اللي هي أكواد الـ XHTML، لاير خاصة بالبرزنتيشن اللي هي الـ CSS وتنسيق الصفحة، وفي اللاير الأخيرة اللي هي الـ Behavior أو الـ Functionality أو البرمجة الخاصة بالصفحة بتتم عن طريق الجافا سكريبت. يبقى هنا بيقول لي إنه صفحة الويب بتتكون من مجموعة من اللايرز اللي بتشمل الـ HTML عشان تعرف الـ Structure الخاصة بالصفحة، CSS بنستخدمها عشان نعرف الـ Presentation الخاص بالـ Structure، بعد كده الـ JavaScript اللي بنستخدمها عشان نعرف الـ Functionality أو الـ Behavior الخاص بالصفحة. نتكلم عن الـ JavaScript. أول حاجة هو بيقول لي إن الجافا سكريبت هي عبارة عن Client Side Scripting Language، يعني تشتغل على جانب الكلاينت. لو أنت عايز تعمل برنامج ويشتغل على السيرفر فبنسميه Servlet. الجافا سكريبت أنا ممكن أدمجها في أي صفحة من صفحات الويب، مفيهاش مشكلة. الجافا سكريبت مدعومة من كل أو معظم البراوزرز اللي موجودة عندي من غير ما يكون في حاجة لبلاجنز، يعني أنا مش عايز أركب برنامج عشان أشغل الجافا سكريبت، هي بتيجي مع البراوزر تلقائيا. الجافا سكريبت بيسموها mainstream language. mainstream language معناها انها لغة مفيدة useful language ومن المتوقع انها تستمر لفترة زمنية طويلة. نتكلم عن الطرق المختلفة لإدراج كود الجافا سكريبت داخل صفحة ال HTML. عندي ثلاث طرق لإدراج الكود الجافا سكريبت. اول حاجة باستخدام الكاركتر داتا تاج او اللي هي السكريبت تاج. الطريقة الثانية ان انا ناخد كود الجافا سكريبت وبنخليه في ملف ونعمل امبورتنج للملف دوت او انكلود ليه جوه صفحه الويب، او ان احنا نكتب كود الجافا سكريبت داخل عناصر ال HTML نفسها. يبقى اذا الطريقه الاولى اللي هو بيقول لي inside an HTML tag script باستخدام الكاركتر داتا سيكشن. حضراتكم لازم تكونوا عارفين عشان اضيف سكريبت انا بستخدم السكريبت تاج اللي هي البدايه بتاعتها بيكون سكريبت ونهايتها بيكون سلاش سكريبت. كلمة تايب مقصود بيها ان انا اقول للبراوزر انه النص اللي جاي لك هو عبارة عن تكست وتعامل معاه كأنه اكواد جافا سكريبت. طب ايه هي العلامة اللي هي الشرطة المايلة والنجمة دي؟ دي كومنت. الطرق المختلفة لإدراج الكومنت في الجافا سكريبت عندي طريقتين اتنين. لو الكومنت اللي موجود عندي عبارة عن سطر واحد فاحنا بنعمل شرطتين مايلين كده ونكتب الكومنت اللي احنا عايزينه، يعني ده ما تنفذوش. لو الكومنت اللي موجود عندي عبارة عن أكتر من سطر فإحنا بنكتب شرطة مايلة وبعدين نجمة وبعدين نكتب الأسطر المختلفة اللي إحنا عايزينها وبعدين نقفل الكومنت بإن إحنا نكتب النجمة تاني وبعدين شرطة مايلة. نراجع. يبقى إذن لإدراج الكومنت في الجافا سكريبت عندي أسلوبين اتنين. والله لو كان الكومنت ده عبارة عن سطر واحد إحنا بنعمل شرطتين مايلين كده ونكتب الكومنت، أو لو كان الكومنت اللي موجود عندي أكتر من سطر بنكتب شرطة مايلة وبعدين نجمة ونكتب الأسطر المختلفة وبعدين نجمة وبعدين الشرطة المايلة نفسها. يبقى إذن الأسلوب الأول لإدراج كود الجافا سكريبت جوه صفحة ال HTML بيتم باستخدام السكريبت تاج. الفكرة كلها هنا إنه لو البراوزر اللي موجود عندي بيدعم الجافا سكريبت فهينفذ كود الجافا سكريبت، لو ما بيدعمهاش فالمفروض إنه هيكنسل كلمة alert دي اللي هي أمر من أوامر الجافا سكريبت وينفذ الكومنت، أو يعتبر إن كل الكود ده عبارة عن كومنت. الطريقة التانية لإدراج كود الجافا سكريبت إن إحنا ناخد كود الجافا سكريبت كله ونخليه في ملف external جافا سكريبت file ونربطه مع صفحة ال HTML عن طريق الكود اللي جاي ده. يبقى هنا بيقول لي إنه سكريبت نوعه جافا سكريبت، والمفروض إنه SRC بتحدد المسار الخاص بالملف اللي محتوي على كود الجافا سكريبت. الطريقة الثالثة لإدراج كود الجافا سكريبت داخل ال HTML بيتم بإدراج الكود مباشرة جوه عناصر ال HTML. الطريقة دي بتنفع مع بعض العناصر ما تنفعش مع البعض الآخر،
هي طريقة محدودة وغير عملية، محدش بيستخدمها قد كده. المثال الخاص بيها، أنا عندي هنا تكست، لو أنا ضغطت على كلمة click me المفروض إنه يديني الـ OK message box اللي موضح قدامكم. OK message box ده عبارة عن alert، فهو بيقول لي هنا A وبعدين هيرف اللي هو السورس أو الصفحة اللي المفروض إن إحنا هنتنقل ليها، بس هنا تم استبدالها بكود جافا سكريبت زي ما حضراتكم شايفين. alert الالرت ده اللي هو الرسالة اللي بتظهر لليوزر، وأنا كاتب هنا كلمة إن الجافا سكريبت is working in your browser، وهنا كلمة click me. فاللي بيحصل لو أنا ضغطت على كلمة click me المفروض إنه يطلع لليوزر الالرت اللي هو الرسالة دي. معظم شغلنا بيكون في الطريقة الأولى والتانية، والتانية هي الأفضل. ليه؟ لأنه التانية أنا باخد كود الجافا سكريبت كله وبخليه في ملف وبعمل عملية include للملف ده. لو أنا عدلت في الملف ده التعديل بيشمل كل الصفحات اللي موجود فيها كود الجافا سكريبت، إنما لو أنا استخدمت الأسلوب الأولاني فمعنى كده إن أنا هضطر يدويا أعدل في كل صفحة من صفحات الموقع اللي موجود عندي لو أنا احتجت إن أنا أعدل السكريبت. نتنقل للموضوع الثالث، حاجة اسمها Document Object Model اللي هي DOM. أول حاجة بيقول لي اشرح لي باختصار هي إيه هي Document Object Model. Document Object Model هي طريقة للتعامل مع مكونات صفحة الويب والوصول لمحتوياتها باعتبار أنها تري من المكونات ده. Document Object Model ما هيش جزء من الجافا سكريبت، لكن هي بتسهل لي عملية التعامل مع مكونات صفحة الويب. يبقى إذن Document Object Model بتعرف Logical Structure of a Document وطريقة الوصول للعناصر اللي موجودة في الصفحة وتعديل محتوياتها. بيقول لي هنا إيه هي Main Functions، إيه هي الوظائف الأساسية للـ Document Object Model. هنيجي نقول إنه بواسطة الـ Document Object Model إحنا ممكن نعرف الـ Relations ما بين النودز وبعضها، وممكن نعدل زي ما قلت لحضراتكم محتويات الصفحة اللي موجودة عندي وإضافة عناصر جديدة. الـ Document Object Model الـ Structure الخاصة بيها بتوضح ليكم من الرسمة دي. أنا عندي هنا بيكون Window، الويندو مكونة من العناصر دي اللي هي الـ History، الـ Document، الـ Location والـ Navigator. Navigator مقصود به البراوزر. الـ Document بيكون جواها Form وبيكون جواها Link وبيكون جواها Images و Anchors. لو أنا عايز أوصل لأي عنصر من عناصر الـ Document أوصل لها إزاي؟ عن طريق الـ Tree. بمعنى أنا عايز أوصل للعنصر اللي اسمه Form، فأنا هنطلع فوق خالص نجي من Root يبقى نقول Window وبعدين نقول Dot اللي هي النقطة وبعدين فورم. الفورم دي ممكن يكون جواها حقل يبقى نقول الفيلد نيم. يبقى تاني عشان نوصل لأي عنصر من عناصر النموذج أو صفحة الويب عموما بنستخدم حاجة اسمها الدوت نوتيشن. على سبيل المثال لو احنا عايزين نوصل للإيميجز احنا نقول الويندو دوت دوكيمنت دوت إيميجز، وكلمة ويندو بتكون ديفولت، يعني أنا لو كنسلتها مش مشكلة، فممكن نستخدم document.images وخلاص. نتكلم دلوقتي عن الدوكيمنت تري ستراكشر. الدوكيمنت تري ستراكشر هي عبارة عن تري بتوضح لي مكونات صفحة الويب وازاي اوصل للعناصر المختلفة اللي موجودة جواها. حضراتكم شايفين ان انا عندي هنا الكرنت ويندو اللي هي النافذة الاساسية او اللي هي الروت، وبعدين متفرع منها الهيستوري والدوكيمنت واللوكيشن والنافيجيتور. نافيجيتور مقصود بيها البراوزر، احيانا ببقى محتاج ان انا اعرف نوع البراوزر اللي اليوزر بيستخدمه. اللاير الثانيه المفروض انها تكون مكونه من الايمجز والفورم واللينك والانكرز، دول كلهم تحت العنصر اللي اسمه دوكيمنت. طيب احنا عايزين نوصل لعنصر من عناصر النموذج، عشان نوصل لعنصر من عناصر النموذج نفهمها ازاي؟ هنقول احنا في الويندو دوت الدوكيمنت دوت الفورم دوت اسم العنصر ده. يبقى إذن دلوقتي بيتم استخدام الدوت نوتيشن للإشارة والوصول لعناصر الصفحة. مثلا للوصول للإيميجز هنيجي نقول يبقى window dot document dot images، وخلي بال حضراتكم إن كلمة window هي ديفولت فأنا ممكن ألغيها، يعني بدل ما أقول window dot document dot images أنا ممكن أقول document dot images وخلاص. يبقى هنا هنتكلم عن الأكسسينج الفورم إيليمنت، كيف نتعامل مع عناصر النموذج بالقراية للمحتويات أو بتعديل المحتويات. عندي أسلوبين مهمين جدا، يا إما بنستخدم الميثود اللي اسمها document.getElementById
أو بنستخدم الـ Document Object Model والـ Dot Notation. في حالة الـ Document والـ Get Element by ID فالمفروض إن أنا عندي نموذج، النموذج بيكون جواه عناصر زي Text Box زي Radio Buttons والكلام ده. كل عنصر من العناصر دول وإحنا بنكتب الكود فإحنا بنحط له ID. ففي عنصر مثلا الـ ID الخاص بيه اسمه الـ Username، إحنا عايزين نعرف القيم اللي موجودة جوا الحقل ده. فبنعملها إزاي؟ بنقول document.getElementById ونكتب الـ ID الخاص بالعنصر هنا، بس أنا عايز القيمة بتاعته فنكتب dot ونكتب الـ value. أول ما الجافا سكريبت بتشوف الأمر ده فبتروح تجيب الـ value الخاصة بالحقل اللي اسمه username، حطها في المتغير اللي اسمه username. طبعا أنا قلت لحضراتكم إن var هدفها إن أنا بعرف متغير، يبقى إحنا عرفنا هنا متغير اسمه username. طبعا مش شرط إن هنا يكون username هنا ويوزرنيم هنا، ممكن يكون أي اسم تاني لمتغير. يبقى إذن عرفنا متغير اسمه username، والمفروض إن الجافا سكريبت بتنفذ السطر ده وتاخد القيمة اللي موجودة في اليسار تخليها موجودة في username. الطريقة التانية باستخدام document object model والdot notation. يعني إيه؟ يعني برضو هنعرف متغير وحنسميه username ونطلب من الجافا سكريبت إنها تنفذ السطر اللي موجود في اليمين. يبقى إذن document.myForm، ماي فورم مقصود بيها اسم النموذج، النموذج بيكون ليه اسم. دوت اليوزر نيم هنا اسم الحقل نفسه، حقل اسمه يوزر نيم. دوت فاليو اللي هي قيمة الحقل، يبقى المفروض ان الجافا سكريبت هتاخد القيمة الخاصة بالحقل اللي اسمه يوزر نيم اللي موجود في النموذج اللي اسمه ماي فورم وتخزنها في المتغير اللي اسمه يوزر نيم. حضراتكم تلاحظوا نقطة هنا، في الفقرة الأولانية أنا بتعامل مع الاي دي، الفقرة الثانية أنا بتعامل مع اسم الحقل نفسه، الـ ID غير الاسم.